طيب نجلاء فتحي بتقول: لو سمحت يا دكتور، بابا دراعه الشمال مش بيقدر يحركه، بيألمه قوي لما بيجي يلبس، والدكتور كتب له على دواء وعلاج طبيعي، بقى أحسن شوية الحمد لله، بس ما زال في ألم، ممكن يستخدم إيه مع العلم إنه عنده سكر؟ لو عنده سكر لازم حاجة مقوية للأعصاب قوية. في نوع اسمه سيتاسيد 600 مركب، ده من أفضل مقويات الأعصاب المأمونة خالص، لو أخده مرتين في اليوم بانتظام هيبقى كويس جدا. وللألم أكيد الطبيب كاتب له المسكنات، فيمشي على المسكن اللي الطبيب كاتبه أو مضاد الالتهاب اللي الطبيب كاتبه، بس يزود بس حاجة اسمها سيتاسيد 600 مركب، ده من أفضل الحاجات المقوية للأعصاب اللي هتخفف الأعراض دي، خاصة إن هو مريض سكر.